استقبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حافظه الله ورعاه هذا اليوم في قصر الصافرية بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء دولة الدكتور بشر هاني الخصاونة رئيس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة والوفد المرافق بمناسبة زيارته للمملكة للمشاركة في اجتماع الدورة الخامسة للجنة العليا المشتركة بين مملكة البحرين والمملكة الأردنية الهاشمية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ودولة رئيس الوزراء الأردني. كما حضر المقابلة سمو الشيخ عبد الله بن حمد آل خليفة الممثل الشخصي لجلالة الملك المعظم وسمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب مستشار الأمن الوطني ومعالي الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة وزير الديوان الملكي وسعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية. ونقل دولة الدكتور بشر الخصاونة في بداية اللقاء إلى جلالة الملك المعظم تحياتي وتقدير أخيه صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين عاهل المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة وأصدق تمنياته لمملكة البحرين وشعبها بالمزيد من التقدم والرخاء تحت قيادة جلالته الحكيمة. ورحب حضرة صاحب الجلالة بدولة رئيس الوزراء ووزير الدفاع الأردني وأبلغه بنقل تحياته لأخيه جلالة العاهل الأردني وتمنياته الخالصة للشعب الأردني الشقيق بدوام التطور والازدهار. وأشاد جلالته بنتائج اجتماع اللجنة العليا المشتركة الذي جرى خلاله التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تهدف لدعم مسار التعاون الثنائي في المجالات الاقتصادية والتجارية والصناعية والصحية والتعليمية والنقل البحري والجوي. وأكد جلالته خلال الاستقبال اعتزازه بالعلاقات الأخوية الراسخة والروابط التاريخية الوثيقة التي تجمع بين المملكتين وشعبيهما الشقيقين والتطلع الدائم إلى الدفع بها نحو آفاق أرحب من التعاون والعمل المشترك بما يخدم المصالح المتبادلة ويسهم في تحقيق الأهداف المنشودة. وثمن جلالته جهود جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين في ترسيخ أواصر العلاقات الأخوية البحرينية الأردنية مشيدا بالمواقف الأصيلة والمشرفة للمملكة الأردنية الهاشمية تجاه مملكة البحرين وبدورها المحوري في الدفاع عن قضايا الأمة العربية وعلى رأسها القضية الفلسطينية وتعزيز منظومة العمل العربي المشترك وجهودها الخيرة في دعم مساعي إحلال السلام والأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط. كما جرى خلال اللقاء بحث الأوضاع المستجدة في المنطقة إلى جانب الأحداث والتطورات على الساحات الإقليمية والعربية والدولية وتبادل وجهات النظر بشأن عدد من القضايا محل الاهتمام المشترك. من جانبه أعرب دولة رئيس الوزراء وزير الدفاع الأردني عن جزيل الشكر والتقدير لجلالة الملك المعظم على ما حظي به والوفد المرافق من حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة وبالغ اعتزازه بدور جلالته الرائد في توثيق العلاقات الثنائية المتميزة وتطوير أوجه التعاون والتنسيق المشترك مع المملكة الأردنية الهاشمية.